في الفيديو النهاردة هكلمك على صفة من أوحش صفات الرجالة. بص يا جماعة، يعني الصفات الوحشة أكيد كتيرة، يعني ممكن نقعد نعمل لستة مش هتخلص من أوحش الصفات اللي ممكن تكون موجودة في راجل. لكن البخيل دايما بيبقى مكروه، بيتكره، معرفش يمكن يكون متهيألي، بس البخل عامة أنا كصفة بشوفه من أكتر الصفات اللي هي المعفنة جدا اللي ممكن تبقى موجودة في راجل. لو هو إمكانياته ما تسمحش فأنت تشيله على عينك وعلى راسك وتساعده وتخليه فعلا يتبسط أو تقف جنبه، لكن هو لو بيعمل الحاجات دي هو قادر ساعتها يفضل ان انت تبعد عنه، او يبقى قاعد مش راضي يخرج مثلا مراته او ياكلها في مره في الشهر مثلا اكله حلوه، او يجيب لها في البيت حاجه مثلا حاجه رفاهيه شويه لو هو قادر. انا بس بقعد اعيد الكلمه دي كل شويه عشان ما حدش يقول لي والله انت مش حاسس بحاجه. الكلام ده كلنا بنشحت الفتره الاخيره دي. والراجل اللي من النوع ده عامه، انا عامه يعني انا بنصح بقى لو في ستات بتتفرج على الفيديو ده، انا بنصح ان البخيل ده من الاول هيبان اصلا بخله، ما تعرفيهوش. في شخص بيبقى حريص، حريص بمعنى ان هو لازم يركز في الصرف ولازم يعمل حسابه عشان عنده خطط تانية او بيبني الحاجة قدام، بيخلي باله عشان الدنيا اصلها عامة الفترة دي كمان محتاجة حرص ان انت تخلي بالك من الفلوس اللي معاك وتصرفها في المكان اللي هو الصح قوي. والناس بقى عندها الوعي ان هي تعرف تصرف فين، ما بتصرفش وخلاص غير لو معاها فلوس بزيادة. بس حتى اللي معاها فلوس بزيادة دلوقتي بقى يستنصح وفاهم، واللي هو لا هرخم وافاصل واعمل. فالحرص ما فيهوش اي مشكلة، ده بالعكس ممكن يعني دي حاجة تتحط له نقطة زيادة في السي في بتاعه بتاع الجواز. لكن لو بخيل هيبخل في مشاعره، هيبخل في اهتمامه، هيبخل في فلوسه، هيبقى ممل جدا، مش عايز يعمل اي حاجة، مش عايز يخرج، مش عايز ينزل، لانه خلاص هو عايز يوفر باي شكل من الاشكال. انا مش هطول عليكم، اللي انا عايز بس اقوله ان انت لو راجل فعلا الفلوس او الصرف مهم جدا بالنسبة لك وما بتحبش تصرف على نفسك خالص، معلش تعال على نفسك شوية وحول البخل ده لحرص. خليك شخص حريص، بتصرف بذكاء، عارف بتصرف فين، عارف بتوفر فلوسك ازاي عشان قدام، لكن ما تبقاش راجل بخيل عشانك وعشان الناس اللي حواليك وعشان الست اللي هي يعني من نصيبها بقى اللي هتعيش معاك. بس كده، شكرا يا جماعه ان انتوا اتفرجتوا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الحاجات اللي موجوده تحت دي عشان يجيلكوا اخبار عن اي حاجه جديده بعملها في حياتي وعن الفيديوهات. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.